عم نروح على المعتمد او على المندوب تبع الخبز، هو جاي حصته العيله مثلا اللي حاجتها ربطه او ربطتين، هي جايته حصته على المندوب. لكن اللي عم يصير انه هذول المندوبين عم يبيعوا الربطه حصه الافراد او حصه العوائل المخصصه لها من الفرن الاحتياطي، عم يبيعها بالسوق السوداء. يعني صار عنا نازحين كثير وخبز قليل، ولا ما عم كفي الشعب. تروح الصبح على المعتمد تبع الفرن اللي عم بوزع خبز، تلاقي زحمة كثير، ناس بتاخذ ربطة، ناس ما بتاخذ، وزحمة ولاد ونسوان وزلام، والعالم بتدفش بعضها وما بتلاقي، وبتجي على الساحة بتلاقي في خبز معروض، أخيو الربطة عم بيبيعوها بورقتين وبثلاثين، منين عم بيجي هاد؟ كله عم بيجي بياخذوه من الفراني وبيبيعوه هون بثلاث ليرات. والله أسعار الخبز غالية كثير، لكن نحن شعبنا هو حق على المجلس المحلي. يعني مجلس محلي عبوزع خبز للمراكز، ومراكز نصها بتبيعه برا، ونحن عم نصير ربطة 3 ليرات وهي بالمجلس محلي ليرة. هذا وضع البلد. أسعار الخبز مرتفعة 4 ليرات، منين ما عنده منين يجيب، ما عنده يعني حدا، والله مشكلة. يعني مشكلة خبز 4 ليرات الربطة، ما فيها 5 أرغفة، العيلة يعني بدنا 200 ليرة.